أستاذ شريف، يعني إذا كانت مصر في الأساس تقوم باستيراد هذه المنتجات التي قامت بحظر تصديرها كالقمح والفول والزيوت والدقيق وغيرها، يعني ما جدوى هذه القرارات؟ في الحقيقة يعني أنا طبعا بشارك نقاط طرف الكلام اللي قاله إنه هي هذه الإجراءات غير مؤثرة. أنت في الحقيقة محتاج يعني تغيير السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية بشكل كامل في الاتجاه الآخر، يعني فكرة تشجيع المنتج المحلي وتشجيع الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والاستراتيجية زي القمح والزيوت. في الحقيقة ده بيتناقض معاه فكرة الخصخصة، خصخصة الشركات وبيع الشركات الأساسية اللي هي القطاع العام للرأسمال للشركات الأجنبية والاستثمارات الخارجية. ففي الحقيقة ده يؤدي إلى الحالة اللي احنا وصلنا لها، إن أنت بتبقى راهن أي مشاكل دولية بتحصل على المستوى العالمي بالتاكيد بتؤثر عليك، زي مشكله روسيا واوكرانيا في موضوع القمح، تمام، او رفع ارتفاع اسعار البترول اللي هو هيؤدي في نفس الوقت برضو ان الحكومه المصريه تحرك اسعار الطاقه داخل مصر. فانت في الحقيقه محتاج حلول استراتيجيه مختلفه عن الخطوط اللي ماشي عليها. احنا بنتكلم في الحقيقه اللي بيدير الاقتصاد المصري هم اللي جاي لجنه السياسات اللي كانوا موجودين ايام مبارك، يعني وزير التموين ووزير الاقتصاد. انت ما عندكش سياسات تنميه حقيقيه للدوله المصريه. موضوع الاكتفاء المحلي فيه مبادرات يعني موجوده في مساله الاكتفاء الذاتي من القمح وزراعه اراضي جديده من القمح، لكن في الحقيقه الدوله بتحمل نتيجه سياساتها الخاطئه في الاتجاه الخاطئ للشعب المصري وللفقراء بالتحديد. وهي اسهل حاجه عليها يا اما ان هي تاخد قروض زياده فبالتالي بتزود اعباء الديون، او بترفع الاسعار وتتخلى عن الدعم اللي اصبح اصلا يعني الدعم محدود جدا لبعض السلع زي الخبز او سلع اخرى زي الزيوت. فانت هنا في الحقيقه بتحمل نتيجه هذه السياسات للفقراء والغلابه اللي مش قادرين يعيشوا لغايه النهارده، وما بتتعاملش بشكل يعني حازم مع القطاع الخاص، مع التجار، مع رجال المنتجين الكبار من رجال الاعمال. ما بتطبقش الضريبه التصاعديه على ارباحهم، ما بتدخلش موجب القوانين زي قانون منع المنافسه وحمايه الاحتكار في باب ان انت تحدد سعر منتج اساسي لمده معينه. تقصدون الرقابه؟ نعم. طيب.